السلام عليكم ورحمة الله. نشرة إخبارية مباشرة تأتيكم من قناة العيون، نستهلها كما العادة بالعناوين الرئيسة. ضمن النشرة، الرياضيون المغاربة يكرسون بقوة مكانتهم على خارطة الرياضة العالمية بالألعاب الأولمبية الموازية. ومن السمارة، نرصد لاستعدادات المكتبات لعملية الدخول المدرسي. وتشاهدون لاحقا من بوجدور، تعزيز العرض التعليمي ببنيات تحتية جديدة تواكب النمو الديمغرافي والعمراني الذي يعرفه الإقليم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أهدى العداء الأمين شنتوف ميدالية ذهبية جديدة للمغرب بعد فوزه صباح اليوم الأحد بسباق الماراثون في فئة T12 المدرجي ضمن دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو التي يسدل الستار على فعاليتها اليوم. وبسط الأمين شنتوف سيطرة مطلقة على السباق قاطعا المسافة في توقيت قدره ساعتين و21 دقيقة و43 ثانية، محققا بالتالي رقما بارالمبيا جديدا لهذه المسافة. وبهذا الإنجاز العالمي رفع شنتوف رصيد المغرب في هذه الألعاب إلى 11 ميدالية، ليرتقي المغرب في الترتيب العام إلى المركز 28. قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف اليوم الأحد تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي كان من المقرر إقامتها في كوناكري بغينيا غدا الاثنين. وأوضح بيان مشترك للاتحاد الدولي والكاف أن هذا القرار أملاه الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا المتقلب للغاية، والذي يستدعي ضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية حكام ومسؤولي المباراة. وأكد البيان أنه يتم مراقبة الوضع عن كثب من قبل الفيفا والكاف، مشيرا إلى أنه سيتم توفير معلومات حول إعادة الجدول في وقت لاحق. مبعوث الإذاعة الوطنية إلى غينيا الزميل عادل العلوي يقدم المزيد من التوضيحات حول هذا التأجيل. الطائرة التي تقل عناصر المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم نحو مطار الرباط سلا من الديار الغينية بعدما تم إلغاء مباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره الغيني بسبب الأوضاع التي عاشت العاصمة الغينية كوناكري طيلة هذا اليوم. قرار الاتحاد الافريقي وايضا لجنه الطوارئ بالفيفا بتاجيل المباراه الى موعد لاحق تلقته وحده المنتخب الوطني المغربي، وقررت بالتالي التوجه الى ارض الوطن على متن طائره خاصه بعثه المنتخب الوطني المغربي من لاعبين واطار الاطر الوطنيه وطاقم تقني وطاقم اداري وطاقم طبي ايضا والطاقم الاعلامي كلهم بخير. أكد معهد الشرق الأوسط الأمريكي أن الجزائر تحاول من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب صرف أنظار شعبها عن المشاكل الداخلية وتأليبه ضد عدو خارجي. وأوضحت مديرة برنامج شمال إفريقيا والساحل بالمعهد الأمريكي أن الجزائر اختارت قطع علاقاتها حتى لو انطوى ذلك على تعريض صادراتها الرئيسية من الطاقة للخطر، وهو سلوك أشبه ما يكون برسم خط في الرمال دون تحقيق أي تأثير على المغرب عدا السعي إلى صرف انتباه رأيها العام عن المشاكل الداخلية وتأليبه ضد عدو خارجي. المتصفح لتاريخ العلاقات المغربية الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي يجده حافلا بالوثائق والصور والفيديوهات التي تجتمع كلها على كلمة سواء،
وهي الدعم المغربي الكلي واللا مشروط للثورة الجزائرية. وبين تلك الصور صورة للفريق شنقريحة قائد أركان الجيش الشعبي الجزائري في إحدى الثكنات العسكرية بالناظور خلال تدارب الثوار. شنقريحة نفسه الذي يصف المغرب اليوم بالعدو الكلاسيكي. تقرير فتح ميني. وإننا نطلب في هذه الساعة من شعبنا الملتف حولنا والذي أثبت بتضحياته وكفاحه معنا مقدار تعلقه بالحرية واستبساله في سبيلها أن يسافرنا الليلة ونهار غد في الإعراب عن تضامنه وتأييده للشعب الجزائري المكافح في سبيل حريته واستقلاله. خطاب لأبو الوطنية وبطل التحرير جلالة المغفور له السلطان محمد الخامس والدعوة للتضامن الكلي مع الجزائر والثورة الجزائرية، بل حتى المساجد أمر جلالته أن يدعو الأئمة والمصلون للجزائر في نكبتها. جميل يقدم ومعروف يبذل تحت عنوان الأخوة. تستقل الجزائر بعد ذلك وقد سقت ترابها دماء شهداء مغاربة لبوا نداء الأخوة. مهمة شريفة الدفاع عن الحدود نتاعنا ضد الإرهاب ضد المهربين وضد حتى عدو كلاسيكي. هنا اختل ميزان القيم ومعه اندثرت الكثير من الفضائل ومنها فضيلة الشكر، فأصابت الجيران سهام النكران. الفريق سعيد شنقريحة قائد أركان الجيش الشعبي الجزائري أحد أهم رجالات المؤسسة العسكرية الجزائرية، الرجل الثاني في الدولة بعد رئيسها عبد المجيد تبون إن لم يكن الأول، يصف المغرب بالعدو الكلاسيكي. تلك القاعدة التي بني على أساسها الحكم في الجزائر، عدو خارجي يمكن النظام من التفاف الشعب حوله، المؤامرة الخارجية والجزائر مستهدفة والمغرب عدو كلاسيكي، رسخوا له في مخيلة المستضعفين من أبناء الشعب الجزائري حتى يستمر حكم بني على عداء للجيران، جار مد يده بالأمس ولا زالت ممدودة. شنقريحة كغيره من قادة الثورة الجزائرية احتضنهم المغرب وفتح لهم الأبواب واسعة. الصورة حيث قائد الأركان اليوم الذي يصف المغرب بالعدو الكلاسيكي بإحدى الثكنات بالناظور إلى جانب ثوار مغاربة وجزائريين. وأعلى الصورة أعلام لدول المغرب الكبير، الحلم الذي تنكر له شنقريحة ونظام العسكري منذ استقلال الجزائر، كما تنكروا للمكان الناظور وجدة بركان الحسيمة السعيدية وباقي مدن المملكة، نقضوا العهود وأخلوا بالوعود. صورة شنقريحة بالناظور ليست سوى جزء بسيط من البوم صور يحمل تاريخا مثقلا بالمعروف والجميل، تاريخ لم يتأتى لهم محو آثاره فصاغوا تاريخا على الهوى عنوانه النكران والجحود. والصورة اليوم محاولة لرفع إثم الجحود عن شنقريحة وتخليصه من عار النكران. في مستجدات الحالة الوبائية أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 3043 إصابة جديدة بكوفيد 19 و 4734 حالة شفاء و 80 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج كوفيد أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 19,136,490 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 15,552,325 شخصا. وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة على صعيد الجهات الجنوبية الثلاث بتسجيل 30 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء و80 حالة بجهة إقليم مدنون و34 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب.
وفي إطار تعزيزها لمخزونها من اللقاح وبغية إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، توصلت بلادنا بشحنة جديدة من اللقاحات تتعلق ب 600,000 جرعة من لقاح فايزر. هذه الكمية تحتاج إلى درجات حرارة من البرودة تتفاوت ما بين ناقص 20 وناقص 80 مئوية. تستعد المكتبات للدخول المدرسي منذ فترة، حيث تسعى مع اقتراب الانطلاقة الرسمية للتعليم إلى توفير كافة المقررات والكتب والمستلزمات الدراسية، كما تعمل على توفير خدماتها عن بعد في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا. الربورتاج من السمارة مع محمد تيروزي ومحمد مولود من الإخاف. أيام قليلة تفصلون عن بداية افتتاح الموسم الدراسي، موسم تعد له المكتبات هنا بسمارة العدة لتوفير كافة متطلبات التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات التعليمية من كتب ومستلزمات دراسية بكافة المستويات التعليمية. من شهر 8 كنبداو في الاستعدادات بالنسبه للمسائل اللي كنلقاوها موجوده كنوجدوها، باستثناء الحاجه اللي كتبدل كنتوصلوا بها في الاول ديال شهر 9 وهذا باش كيدوز ان شاء الله كلشي بخير وعلى خير. جائحة كورونا فرضت اعتماد اساليب البيع عن بعد، ما يسهل عمليتي البيع والشراء دون الحاجة إلى الوقوف في صفوف المشترين من طرف التلاميذ أو أولياء أمورهم لاقتناء الكتب والمستلزمات الدراسية. بالنسبة لكورونا كاين مهم، ما بقاش الناس كتجي بزاف كتزاحم، وهذه كاين اللي احنا وفرنا واحد الخدمة للناس، كاين واتساب كاين جيميل كاين كذا، يعني صيفط الورقة ديالو ونجمعوها ليه، يعطينا عنوان نوصلها ليه حتى للدار نوصلها ليه، ما عندناش مشكل. بغى يجي حتى لهنايا ويديها ما عندناش مشكل، المهم حنا السلعه كلشي موفره كلشي موجودين كلشي. تعمل هنا بسمارة المكتبات بكامل طاقتها تقريبا هذه الايام لتوفير كافه متطلبات التلميذ قبيل الانطلاقه الرسميه للموسم الدراسي، وتعمل على تسهيل عمليه البيع بكافه الطرق والامكانات المتاحه في ظل التحديات الصحيه والاجراءات الوقائيه المتبعه للتصدي للجائحه العالميه. إلى إقليم بوجدور، حيث تعززت البنية التحتية لقطاع التعليم بإحداث مؤسستين تعليميتين لتخفيف الضغط الذي تعاني منه بعض المؤسسات التعليمية، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي شهده الإقليم خلال السنوات الأخيرة. ربورتاج بريغينا العروسي ومحمد شارع. منجزات واستثمارات كبرى حظي بها قطاع التعليم لتوفير شروط تحسين جودة منظومة التربية والتكوين وكذا تقريب خدمات التمدرس من التلميذات والتلاميذ والتخفيف من الضغط الذي تعاني منه بعض المؤسسات التعليمية، ليصل مجموع مؤسسات التعليم إلى 23 مؤسسة، منها 12 مؤسسة ابتدائية و7 إعداديات و4 ثانويات تأهيلية، إضافة إلى 7 مؤسسات تابعة للقطاع الخصوصي. دأبت المديرية الإقليمية ومن ورائها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على العمل على مكونات هذا الدخول المدرسي، وفي مقدمتها توفير البنيات المادية الضرورية لدخول سلس وبدون اكتظاظ. وفي هذا الإطار سوف تعرف المديرية الإقليمية إن شاء الله في مطلع هذا الدخول المدرسي 2021-2022 افتتاح مؤسستين إعداديتين، الثانوية الإعدادية حفصة بنت عمر والثانوية الإعدادية بابي. يأتي هذا الافتتاح بطبيعة الحال كما قلت في إطار توسيع العرض المدرسي والبنيات المدرسية من أجل أولا تخفيف على باقي المؤسسات الإعدادية عبء الاكتظاظ التي كانت تعرفه طيلة السنوات الثلاث الماضية على الأقل. فضاءات تربوية جهزت بوسائل بيداغوجية حديثة تستجيب لمتطلبات التحصيل الدراسي الجيد للتلميذات والتلاميذ، والبالغ عددهم أكثر من 5930 بالمستوى الابتدائي وما يقارب من 3200 بالثانوي الإعدادي. أما الثانوي التأهيلي فيحتضن هذا الموسم أكثر من 2200 تلميذة وتلميذ. تأتي افتتاح هذه المؤسسة الجديدة لهذا الموسم الدراسي ثانوية باب الإعدادية في إطار توسيع العرض التربوي بهذه المديرية، ونحن كأطر إدارية وتربوية على كامل الاستعداد. الحمد لله جميع التجهيزات والإمكانيات متوفرة، التسجيلات إن شاء الله الحمد لله قد انطلقت،
كلنا أمل إن شاء الله في استقبال أبنائنا، مع أن دائما تبقى الإشارة إلى أن الاحترازات من وباء كوفيد 19 تبقى دائما قائمة. مجهودات بذلت في إطار التزامات المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لتنزيل مضامين التدابير ذات الأولوية، خصوصا في الشق المتعلق بتوسيع العرض التربوي. في موضوع آخر، استحقاقات الثامن من شتنبر محطة لاختيار نخبة قادرة على التعاطي مع انتظارات المرحلة والترافع عن القضايا الأساسية للمواطنين والسهر على التنزيل السليم للبرامج الإنمائية الكبرى للبلاد. من قليميم ربورتاج حفظ محضار عياد السرتي والمحجوب كزيزة. مع بداية العد العكسي لموعد الثامن من شتنبر المقبل، تتطلع الأنظار إلى هذا الحدث الديمقراطي بالبلاد الذي يشكل لحظة مفصلية ينتظر أن تساهم في إفراز نخب قادرة على رفع رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتفاعل مع حزمة الانتظارات العريضة للساكنة التي تعلق آمالا كبيرة على هذه المحطة السياسية. الساكنة تعول كثيرا على هذه الاستحقاقات من أجل النهوض بهذه الجهة تنمويا في جميع المجالات، خصوصا خدمات القرب من صحة وتعليم وتشغيل. وبالتالي على المنتخبين الذين ستفرزهم هذه الانتخابات أن يتمسكوا بهذا المطلب. هي تحديات وهي انتظارات كثيرة، نتمنى من المنتخبين ومن فعالية السياسية جميعا أن تكون في مستوى اللحظة وأن تفرز نخبة قادرة على الترافع وعلى الإقلاع الاقتصادي والتنموي لهذه الجهة. رسالتي كذلك إلى كل أبناء وبنات واد نون إلى المشاركة المكثفة في هذا الاستحقاق الديمقراطي الوطني، وأن نكون قادرين على إسماع صوتنا وأن نختار الأحسن لتمثيل هذه الجهة. مختلف الأحزاب والهيئات السياسية المشاركة في هذا الموعد الانتخابي حرصت على انتقاء أسماء ونخب تتوسم فيها حسن الأداء والترافع الأمثل عن قضايا وتطلعات المواطن، ويبقى صوت الناخب هو الفيصل لاختيار من سيحسن الدفاع عن الانتظارات والتنزيل السليم للبرامج الاستراتيجية للدولة. الاستحقاقات القادمة مرحلة مصيرية في تاريخ السياسي المغرب، على اعتبار أن مخرجات النموذج التنموي جاءت بخارطة الطريق لهذه الاستحقاقات، فما على النخب الحديثة التي تنوي الترشح للانتخابات سوى أن تتفاعل مع هذه التوصيات ديال النموذج التنموي، وكذلك مع النداءات المتكررة جلالة الملك محمد السادس أيد الله ونصره فيما يخص المغرب الجديد. وبالتالي فإنها على هذه النخب التي تنوي الترشح للانتخابات المقبلة أن تعي جيدا متطلباتها من ناحية جميع المشاكل التي تعاني منها ساكنة جهات الثلاثة، على اعتبار أننا ننوي ونأمل في مغرب يعيش فيه الجميع في رفاهية وازدهار. إذن المسؤولية مسؤولية المواطن، عليه أن يساهم في اختيار النخب التي يراها صالحة لها، كذلك علي الجميع أن يساهم في اقتراع 8 شتنبر. استحقاقات سياسية إذن تبرز كمحطة ديمقراطية جوهرية لانتقاء مترشحين أكفاء وفي مستوى المسؤولية التي تتطلبها المرحلة لتعزيز المكتسبات الديمقراطية من جهة، والإسهام في الترافع عن القضايا والانتظارات الأساسية والتنزيل الأمثل لكل المخططات الإنمائية بالبلاد. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة خاصة من مستوى اليقظة البرتقالي أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 40 و45 درجة يومي الأحد والاثنين المقبلين بكل من أوسرد، أصزاق، بوجدور، السمارة، قليميم، طنطان، سيدي إفني ووادي الذهب، بالإضافة إلى عدد من الأقاليم بشمال ووسط البلاد. وأضافت النشرة أنه من المرتقب أيضا تسجيل نفس درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بكل من أوسرد، آس الزاك، السمارة، قليميم، إنزقان، أيت ملول ووادي الذهب، سيدي إفني، تيرودانت، طاطا وزاقورة. قريبا سيتم اعتماد هذه الأسعار الجديدة لاختبارات كورونا، عنوان إلى جانب عناوين أخرى يطلعنا عليها تقرير الزميل سيد أحمد بسيريب ضمن جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد.
نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين من يومية الأحداث المغربية، وكتبت: من المرتقب أن يصدر مرسوم وزاري قريبا لتحديد أسعار جديدة لمختلف أنواع اختبارات كوفيد-19، ويأتي ذلك في سياق جدل واسع في وسائط التواصل الاجتماعي حول غلاء أثمان إجراءات الاختبارات، فضلا عن اختلاف التعريفات بين مختبر وآخر، فيما تراوحت الأسعار ما بين 600 و800 درهم. وأمام ذلك كانت لجنة تحت رئاسة وزير المالية وشملت ممثلين من وزارة الداخلية والتجارة والصناعة والفلاحة، إضافة إلى مسؤولين بمختبرات خاصة قد اجتمعت لتحديد أسعار في المتناول. يومية المساء كتبت في عددها الصادر يوم غد الاثنين: في الوقت الذي تتواصل فيه عملية تلقيح التلاميذ منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه العملية 265,567 تلميذا في انتظار أن يتم استكمال باقي مراحل التطعيم بالنسبة إلى باقي التلاميذ، ذلك أنه يرتقب وصول 67,000 جرعة من لقاحات فايزر إلى المغرب. وتأجل البت في قرار تلقيح الأطفال أقل من 12 سنة في انتظار أن يتم الحسم في هذا القرار من طرف اللجنة العلمية. وأضافت المساء أن مجموعة من الهيئات الصحية المهتمة بطب الأطفال أعربت عن تأييدها لعملية تلقيح المتمدرسين المتراوحة أعمارهم ما بين 12 و17 سنة، اعتبارا لأن العملية ستسهم في إنجاح الدخول المدرسي المقبل. ومن يومية بيان اليوم نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين، حيث كتبت: أكد أحمد مفيد أستاذ باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أن قوة المؤسسات تنبع من قوة ومستوى النخب، وكلما كانت المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية مكثفة وواعية، كلما تأتى تهيئ شروط نجاح تنفيذ الأوراش التنموية بالمملكة. وأوضح أن المشاركة السياسية عن طريق انتخاب مؤسسات ذات مصداقية هي السبيل لتحقيق التقدم والتنمية، وهي الرافعة الأساسية لتعزيز المسار الحقوقي والديمقراطي بالبلاد، وهي الشرط الجوهري لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية. وسلط الضوء على أهمية دور كل من البرلمان والجماعات الترابية، فالبرلمان هو الذي يتولى وضع القوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، كما أن مجالس الجهات تتولى ممارسة العديد من الاختصاصات، منها أساساً ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي. وتلعب الجماعات دورا هاما في تقديم خدمات القرب الضرورية للحياة اليومية للمواطنات والمواطنين. وبالنظر لحيوية وأهمية أدوار كل من البرلمان ومجالس الجماعات الترابية، دعا الباحث المواطنات والمواطنين إلى المشاركة في اختيار أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات ومجالس الجماعات، وكلما كانت المشاركة مكثفة وواعية كلما كانت المؤسسات المنتخبة تتمتع بمصداقية أكبر وتتولى ممارستها ووظائفها واختصاصاتها بشكل أفضل. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم الكوري ولد الأمين عن عمر يناهز 85 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة إديدبة. وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم إبراهيم والمحمد عبد الله الأنصاري عن عمر يناهز 83 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة أولاد تدرلين أولاد سليمان. وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم سالك والبيبة والأحمد سالم عن عمر يناهز 82 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة الشرفاء الجيبات أولاد موسى. وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد ولد الخير ولد الصبار عن عمر يناهز 62 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة الشرفاء أولاد بالسبع.
وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة عزيزة من تعلي والإبراهيم عن عمر ينازل 95 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة أيت ياسينة. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة حنينة من الطيب والعبد الله والحبيب والشوين عن عمر ينازل 85 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة أولاد تدرين أولاد ياسين. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة العالية من الجامع والعلي الحسين عن عمر ينازل 80 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة أيتوسا أيت وعبانة. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة عيشة من العربي والأحمد والوشايته عن عمر ينازل 74 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة أصبوية. تغمد الله الجميع بوسع رحمته وأسكنهم فسيح جنته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. والآن نصل إلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة خلال 24 ساعة القادمة بحول الله، حيث من المتوقع أن يظل الطقس دافئا على العموم. هذا مع تسجيل درجة الحرارة نستعيرها من العاصمة الرباط وواحد وثلاثون مئوية. 40 بجريميم، 44 بآسا، 43 بالزاك، 44 بالسمارة، 36 بالعيون، و 33 بالطنطال. ثلاث وأربعون بكلت الزنبور، 45 بمضريقة، 44 بأوسرد، و 27 بالداخلة. بالنسبة لحالة البحر على طول السواحل الجنوبية للمملكة، سيكون هائج إلى قليل هيجان مع تسجيل علو الموج ما بين المتر إلى المترين بحول الله تعالى. شروق الشمس غدا بحول الله تعالى بمدينة العيون سيكون على الساعة 7:36 دقيقة، أما غروبها فعلى الساعة 8:04. مقيس درجات الحرارة ببعض المدن والعواصم المجاورة لبلادنا، 44 بتندوف، 43 بالرابوني، 31 بنواذيبو، 33 بنوشوط، 38 بكي هيدي، و 27 من المتوقع أن تسجل بالعاصمة المالية باماكو. إلى التذكير بالعناوين. تابعنا ضمن النشرة: الرياضيون المغاربة يكرسون بقوة مكانتهم على خارطة الرياضة العالمية بالألعاب الأولمبية الموازية. ومن السمارة: رصدنا لاستعدادات المكتبات لعملية الدخول المدرسية. ورصدنا من بوجدور: تعزيز العرض التعليمي ببنيات تحتية جديدة تواكب النمو الديمغرافي والعمراني الذي يعرفه الإقليم. ختاما لكم تحيات الطاقمين الصحفي والتقني المشرفين على هذه النشرة المباشرة من قناة العيون. أطيب المنى، السلام عليكم.